ونتيجة لانسحاب نيجيريا أصبح فعلا كل المباريات ديت وطويلة وقصة اللي بيخلصها وابو الخطرة ونشكل ونسأل الجمهور لا كرة طول السن وبيحاول يرقص الجول هنشوفها تاني كرة طولت جامدة ومدي ضربة جزاء حكم هنا طبعا دي بترجع للمدير الصحي ضربة جزاء وبيحطها جوه الجول بيحطها حكايا حكايا بيجيب الجول الاول للجمهور من ضربة جزاء انما برضه اداء الجمهور لسه من جوه اللي شفناه يوم لازم يوم لازم كانوا بيقدروا يرتدوا اكتر الكره العرضيه الطويله ما فيش حد خالص تابع شويه كله بالنسبه لمنتخب سعيد لازم ينظمه اكتر من كده ممكن يوصل وتاني من ناحيه اليمين عامل شغل كويس برضه من ناحيه اليمين بيستلم واحد ضد واحد ثابته فاته خطره بقى هو جول هو جول والتاني هو جول والتالت هو جول ويحطها جوه جول جوه جول ده تسجيل كبير الراجل هو 21 في الماتش الشوط الماتش اللي فات نزله الشوط الثاني عمل حاجات كبيره قوي قوي وبيتابع وبيجيب الجول الثاني انا بقول لحضراتكم تيم الجابوس تيم كبير في حاجات بيعملوا حاجات كويسه قوي انما لما بينظموا الشغل ادي هجمه مرتده ده شيء كويس قوي قوي بومبا وبس الواحد والثاني وشوف الذكاء ده كله مركز على ثلاث حسابات يقدر يجيبها تنزل 99 شايف ان زميله جنبه وزوله يقدر يجيبها تنزل 100% حطها له ضحى اهو بقى عمود على المرمى الجول بقى واسع قدامه حطها ضحى زيد وفعلا بعد ما جابوا الجول الاولاني جابون نفسهم اتفتح كاسا جاي لعب حلوة مكايا مكايا على طول بتاع كويسة زولو ماشي زولو ماشي زولو بيبص وبيسلمها زولو على طول للكومبا وتاني عنده خطة وعايز يحترف والترد تاني هو كل ممكن لو شاط ممكن لو شاط هوبا في الآية في الآية لا لا كبير تيم كبير على منتخب الجمهور زي ما قلت لحضراتكم من شوية اهي راحة دي كانت جول بيحاول يستلم وبيفوت تاني بيخلصها نفس الخطرة دي بقى الخطرة دي بقى ممكن يجيب جول والكرة العرضية هوبا حلوة ممكن جونجيه دي جونجيه عاملها برضه حلوة أوي لكوكو عاملها له ولكونجيه حاططها حلوة جدا إنما كانت عايزة في زاوية تانية إيه؟ حاططها بسرعة كانت عايزة في زاوية تانية لازم ملعوبة مقطوعة من أقرب نقطة دي شفتها على طول كومبا وتاني هجوم ضعف اتنين زيين ليمبي عايزين يقتربوا هنا وكرة طولية لازم حد يقرب له بقى صعب صعب الواحد يستلم ويلف لازم حد يقرب له عشان يقدروا يقتربوا وتاني نقل نفسه وشوطه والكرة العرضية الكرة العرضية من أعلى كتاية بتلاقوا كرة الأول وخطرة دي بقى هوبا يقدر يضمنها يقدر يضمنها هنا إنما شكلهم أحسن في الشوط التاني موكانيا أهو راجع نمرة 8 كابتن منتخب زعيم الكرة العرضية حلوة الراجل 15 يوجو مميز الكرة العالية بتيجي طبعا بتشيله ومرجعها له حلوة قوي يقدر هنا يضمنها أكتر ممكن يقفها ويلعبها بسرعة ووشه بقى أوتوتو أوتوتو كرة باينة خطرة بقى من ناحية اليمين ليمبي استنى ليمبي استنى ليمبي والكرة العرضية برضو عالية وبدماغه بيحطها يوجو نمرة 15 ده ممكن يستغلوه في الكرات العالية كويس قوي صح قوي والأوفر طالع واحد اللمسه الاخيره وحشه يعني يقدر يلعبها لبره شويه كان تلت ساعه من الشوط الثاني بدماغه اللمسه حلوه برضه من ناحيه اليمين بيعمل مشوار ونوبو ونوبو بيبص في الناحيه العكسيه الشوطه جامده وتضرب هو جول هو جول وفي العارضه في الاي الثاني لسه انا بقول لحضراتكم الهجمه المرتده بيعملوها كويس مش ممكن مش كفو هنشوفها اهي عاملها قويه ووقع من ايدي حارس والمتابعه حلوه متابعة حلوة انها النهارده اتحدد خلاص
مشاكل المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. المجموعة الأولى تصدرها جنوب أفريقيا والثانية مصر ده تشكيل ليبيريا. واحدة طويلة ليبو والموقع خضراء تاني من خط زي طويلة وبيعمل بشوطة ممكن تعمل فرات جوه في الخطرة خطرة انما حدفت تفر هنا تفر التويفة او اللمة الناس بتلمها جدا ماتش ده مصيري بالنسبة لهم وبيحطها رقم 20 المقام الان في جنوب افريقيا. هذه المباراة لن تعرف التعادل على ليبيا سندي يرجع يخلصها ادو توصل جهد عبيدي بيني وفي فرد فرد كرت احمر فرد بطاقة حمراء اشار حكم المباراة تيباكاي ماكاسا لليمبي رد المدرب اسماعيل البرازيلي كرة اللعب جات عبيدي بليم يلعب الدبل جول وعمل غابة في هذه البطولة شوف حصل عبيد بيلي من نص الملعب اكنور عبيد بيلي لأنتوني أبوا شمال على طرف الجول تحرز هدف غانا في دقيقة 22 كرة حلوة جميلة لعبت على طول اكنور عبيد بيلي لأنتوني أبوا شمال يلعب في مرمى أمريكاني حيحصل لا شيء عن طريق أبواب